شفت نوم سلابته لابته وقفة شوميلة 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 يا هذا الموسم الموفق ان شاء الله. شوط الانتاج غير. تهانينا تهانينا للوالد حمد بن ترحيب بن نايفة ولانجاله الكرام على فوز الاسد ترحيب بن حمد بن نايفة، الف مبروك فوز الاسد بناموس الانتاج وكعادة عزبة بن نايفة المتربعة دائما في اشواط الانتاج. الله يبارك في امرك ويبارك في جزاك خير. انتم دائما يقولون عن عزبتكم ملك الانتاج تقريبا من ناحيه الزمول اللي تزخر بها العزبه والهجن اللي موجوده، واليوم الاسد يثبت هذه المقوله. الحمد لله رب العالمين، والله احنا انتاجنا ان شاء الله انه طيب وهذه حصيلته ما شاء الله تبارك الله. وش سلالته؟ سلاله الاسد ابوه عقاب بنت رحيب ولا تصور الخناجر وامه من الانتاج. كيف استعديت لبدايه الموسم؟ اكيد هذا الفوز ما جاء من فراغ. والله الحمد لله رب العالمين، قود هذا فارق الله يبارك فيه، من اول تفاحيمه هو فارق وهذا مبشر خير، فالخير للعزبه بدايه الموسم. لا ابشر بالخير ان شاء الله، الخطوه القادمه احلى، القادم اجمل ان شاء الله. ان شاء الله الله يوفقك، وهذا الفوز انه مسلم تهدي جميع مشجعين بشعار بن نايف. وجهك شكرا جزيلا. وجهك مرحبا.